لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الكاف يحدد رسميا صيغة ومواعيد دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، فوز الرجاء يشعل الصراع بين الوداد على لقب الدوري، مواجهة نهضة سبركان توقد مواجهة يحيى جبران، فريق من العيار الثقيل يسعى لضم محمد النهيري ويفجر مفاجأة الميركاتو، وفي آخر الفيديو سنعرض لكم معطيات جديدة من الطاس بخصوص قضية القرن بين الترجي والوداد. فتح الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف باب الترشح لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا في نسخته الحالية، وذلك اذا ما افرزت المقابلة النهائية صداما مغربيا مصريا، مشيرا الى ان 16 او 17 من شهر اكتوبر المقبل يظل موعدا مقترحا لاصدار السيطرة على المنافسة بالمباراة النهائية. وذكر الجهاز الذي يرأسه الملقاشي احمد احمد أن الاتحاد الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة النهائية عليها التقدم بملف الطلب متضمنا ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 من شهر غشت المقبل، وفي حالة تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 من شهر أكتوبر القادم. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اعتماده نظام الذهب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، محددا في ذات الوقت المواعيد التي ستجرى فيها المباريات المتبقية من المنافسة الأغلى على صعيد الأندية في القارة السمراء. وذكر الكاف أن مباراتي الذهاب ستقام في المغرب يوم 25 والسادس والعشرون من شهر سبتمبر المقبل بين الرجاء والزمالك والوداد ضد الأهلي، فيما ستجرى مواجهتي الإياب في الثاني أو الثالث من شهر أكتوبر المقبل بمصر، على أن تنظم مقابلة النهائي يوم 16 أو 17 من شهر أكتوبر المقبل كموعد مبدئي ومقترح. وفي نفس السياق أفصح الاتحاد الأفريقي الكاف عن مواعيد نصف النهائي ونهائي كأس الكونفدرالية، والتي تعرف تواجد ناديين مغربيين هما حسنيس أكادير ونهضة بركان إلى جانب بيراميدز المصري وحورية كوناكري الغيني، وسيجرى النصف النهائي الأول بين حسنيس أكادير ونهضة بركان في 22 من شهر سبتمبر القادم، وذلك على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بينما سيقام النصف النهائي الآخر بين بيراميدز وحورية كوناكري في 22 من شهر سبتمبر كذلك، وذلك على المستطيل الأخضر للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، على أن ينظم النهائي في 27 من ذات الشهر على أرضية ملعب الرباط. تمكن فريق الرجاء الرياضي من التغلب على ضيفه يوسف ياسبرشيد بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب محمد الخامس لحسم مؤجل الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية. وافتتح تسجيل الفريق المضيف اللاعب عبد الإله الحافظي قبل أن يضيف الهدف الثاني للفريق الأخضر اللاعب حميد أحداد، ورفع فريق الرجاء الرياضي بفوزه هذا رصيده من النقاط إلى 35 نقطة ليرتقي في المركز الثاني على سبورة الترتيب العام. وبفوزه يكون فريق الرجاء الرياضي قد قلص الفريق عن المتصدر الوداد الرياضي إلى نقطتين، إذ يتصدر الفريق الأحمر سبورة الترتيب برصيد 37 نقطة. تحمل مواجهة الوداد الرياضي ونهضة سبركان يوم الخامس المقبل في الجولة 20 من الدوري المغربي ذكرى مؤلمة للاعب الودادي يحيى جبران، وكان جبران قد تعرض للطرد في مباراة الفريقين السابقة لتتم إدانته لاحقا بالبصق في اتجاه الحكم بعد العودة للفيديو، ويتقرر إيقافه 6 مباريات قبل أن تنخفض إلى 4 مباريات بعد الاستئناف. وتسبب الطرد الذي تعرض له يحيى جبران في خسارة الوداد على ملعبه، كما أدى الإيقاف لابتعاده عن منتخب المغرب ما سبب له معاناة كبيرة رغم نفيه البصق وتأكيده أنها كانت صوب عشب الملعب.
وقال جبران في هذا الصدد أن ما حدث قد ذهب، والآلم التي تحملتها بسبب تلك القصة حفزتني للتألق في المواجهات التالية. يا سعيد جمال السلام مدرب الرجاء الرياضي خدمة اللاعب عمر بوطيب، وذلك في مواجهة المغرب التطواني يوم الأربعاء المقبل برسم أجل جولة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويعزز صفوف الفريق الأخضر خلال مواجهة المغرب التطواني اللاعب عمر بوطيب، والذي غاب عن مواجهة يوسفية برشيد لحصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة نهضة الزمامرة. ومن المنتظر أن يفقد الرجاء الرياضي ضد المغرب التطواني 5 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من فابريس نغوما وبن مالونغو العالقين بالكونغو الديمقراطية، وإلياس الحداد لعدم جاهزيته البدنية، إضافة إلى محمود بن حليب ومحمد الدويك اللذين يخضعان لمرحلة الترويض. استقرت إدارة الرجاء الرياضي على إعارة مجموعة كبيرة من اللاعبين لأندية القسم الأول والثاني الاحترافي خلال الموسم المقبل، وذلك من أجل كسبهم المزيد من التجربة والاحتكاك وتطوير مستواهم الكروي قبل العودة مجددا لحمل ألوان الفريق الأخضر. ورفض المصدر الكشف عن الأسماء التي من الممكن أن ترحل عن فريق الرجاء الرياضي مع ما تم الموسم الكروي الجاري، علما أن مجموعة من الأندية الوطنية عبرت عن رغبتها بشكل مبكر في ضمهم لصفوفها الموسم المقبل. يشار أن إدارة الرجاء الرياضي تهدف من قرارها المذكور لتكرار تجربة سابقة بعد أن غادر الفريق مجموعة من لاعبيه على سبيل الإعارة من أجل صقل مواهبهم ومراكمة تجربة كبيرة قبل العودة للرجاء، مثل بدر بانون وعمر بوطيب وعمر العرجون ثم مروان الهدهودي. قال مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن هذا الآخر سعيد بالمستويات التي يقدمها حميد أحدد مع الرجاء الرياضي في الوقت الحالي، مؤكدا أن مكونات الفريق المصري تطمح للاستفادة من الفترة المشرقة التي يقضيها حاليا لدى عودته إلى مصر. وأوضح المسؤول الإداري بالنادي الأبيض ضمن تصريح له: نحن سعداء بالمستوى الذي يقدمه حميد أحداد، وسنستفيد منه فنيا إذا عاد إلى الزمالك، كما سنستفيد منه ماديا بشكل أكبر، خاصة أن الرجاء لم يفعل خيار الشراء الذي يتضمنه العقد. ويمضي أحداد فترة جيدة في الوقت الراهن مع عودة الرجاء لأجواء التباري، حيث أحرز ثنائية في مباراة فريقه ضد نهضة الزمامرة، كما هز الشباك في مواجهة يوسفية برشيد يوم أمس الأحد. بعدما رفض اللاعب محمد الناهيري الاستمرار رفقة نادي الوداد الرياضي بسبب رفض سعيد الناصري تجديد عقده والاستجابة لمطالبه المالية الكبيرة، ذكرت بعض المصادر أن المدافع محمد الناهيري يدخل ضمن اهتمامات مدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي، وذلك في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلا التوصل الحاصل بين اللاعب وإدارة الوداد الرياضي بالإضافة لنهاية عقده مع الفريق الأحمر. وأضافت نفس المصادر أن الرجاء الرياضي يرغب في ضم محمد الناهيري لتعزيز صفوفه بمدافع قوي الموسم المقبل، وفي حال تمت الصفقة بين الطرفين ستكون ضربة قوية للوداد الرياضي الذي يرغب هو الآخر في تجديد عقد مدافعه محمد الناهيري، كما ستكون قنبلة الميركاتو الصيفي الذي سينطلق في 15 من شهر شتنبر المقبل. وفي الخبر الأهم، لم تحسم محكمة التحكيم الرياضية الطاس بعد في ملف قضية القرن بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والخاصة بنهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وكان الهيكل المكلف بالتحكيم في عالم الرياضة قد قام يوم 29 من شهر مايو الماضي بالاستماع لجميع الأطراف المتداخلة في هذا الملف عبر تقنية الفيديو. ورغم مرور 65 يوما على جلسة الاستماع، فإن محكمة التحكيم الرياضية الطاس لم تحسم بعد في ملف هذه القضية الشائكة، وتتواجد محكمة التحكيم الرياضية الطاس أمام ضرورة إصدار الحكم قبل يوم 29 من شهر غشت الجاري، باعتبارها أنها لا يمكن أن تتعدى أجل 3 أشهر لإصدار الحكم، إلا في صورة اتخاذها قرار جديد بتمديد أجل التصريح بالحكم، وهذا يبقى أمرا واردا بحكم تشعب الملف وكثرة التطورات والتقلبات التي عرفها. ورغم مرور سنة على أحداث موقع أسرادس، فإن الفريق المغربي لم يرمي المنديل،
حيث يرفض اعتباره منسحبا من مباراة العودة لنهائي النسخة الأخيرة من أمجد الكؤوس الأفريقية للأندية.